كاينين الدعوات اللي كانوا تيصيفطوهم ليا اون اوديو اللي تتقشعر لهم الابدان، داك تيبدي دايي معاك. هذا هو الفضل، وهذا الشيء اللي خلانا نديروا هذا البرنامج، وهاد الناس حبوا هذا البرنامج وحبوا داك المقدم ديال داك البرنامج. علاش؟ لانه تيتكلم معاهم باللغه اللي تيفهموها. الناس هادو كلهم ما كانوش تيتخلعوا، الناس الكبار وداك الشيء وهادي، بل كانوا تيتخلعوا على وليداتهم، تيتخلعوا على بنياتهم، على احفادهم. هادشي علاش؟ وهاد الناس كانوا تيتبعونا لانهم مده طويله وهما مقصيين من التلفزيون. التلفزيون ما كانش تيهضر معاهم، ما كانش تيهضر معاهم باللغه اللي غادي يفهموها. هاد الناس هادو من قبل رمضان وملي جا رمضان ومن بعد رمضان كانوا تيديروا الصينيه ديال اتاي، وتيتجمعوا ويجمعوا الاسره كلها. واصبح الموعد ديال البرنامج ديال اسئله كورونا اصبح موعد اسري، موعد اللي تتجتمع فيه الاسره كلها، تيديروا البراد ديال اتاي ويجدوا كيكا ولا يجدوا هادي ويجيو يتفرجوا، واللي يسمع الجينيريك ديالو من على برا تيجيو يدخل. كنتي تدوس في الزناقي تتسمع غير تتسمع غير البرنامج، ليكو ديالو خدام هنا وخدام هنا وخدام هنا. هذا هو الفضل. اللي تيقول لك شنو الدور اللي لعبوا هذا البرنامج؟ البرنامج لعب دور كبير. حنا الاولين اللي هضرنا على الفئات على الفئات اللي خدامين في القطاع الغير المهيكل، وعاد نهضت لجنه اليقظه تتخمم لهم في حلول اللي غادي ديرها. كان تيوصلنا 75 الف سؤال في اليوم. عطيني شكون هذا الموقع ولا هذه القناه هذه في العالم هذه اللي كانت يوصلها في برنامج وتوصلوا 75 الف سؤال. دابا كل واحد عارف صوته من جنبه، كيف تنقولوا بالدارجه، فهمتي؟ شنو المرض راه يتربصوا به، فهمتي؟ قبل ما انا ما عندي ما نقول له، المرض تيعرفوا إلو سي تيعرفوا وتيعرفوا كيفاش تيجي. خصو هو يكون ملتزم، ما عنده ما يدير على براش غادي تخرج دير على برا. خارج على برا واخذ الشروط ديال الوقايه ديالك، شروط السلامه، حيت بها بعدا غادي تحمي هادوك الناس اللي عزاز عليك واللي قرب عليك واللي كتعيش معاهم تحت سقف واحد. هادوك هما الاولين اللي غادي يتضروا الا مشيتي حتى جبتي انت الاصابه، فهمتي؟ ماشي غادي يتضروا لانني انا تنقول لهم لا ما تخرجش ولا ما ديرش ولا ما تفعلش. هاد الشيء راهم تيعرفوه، ما كاينش شي علم جديد عاد غادي نجي نقولوا له، ولا شي طريقه نظام بحال غادي نجي نقولوا له اجي تعلم السياقه بالنظام ديال الجديد. لا سيدي، المسائل هي واضحه، حمي نفسك وحمي غيرك. باش؟ بتصرفات بسيطه، كمامه، التعقيم، المسافه، ثلاثه ديال الحوايج لا غير.